فقال بطرس: ونحن الذين تبعناك ماذا يكون لنا؟ يا أحبي، في هذا الأحد المبارك رتبت كنيستنا المقدسة بأنه نعيد لجميع القديسين. مشان هيك في هذا الأحد منسميه أحد جميع القديسين، وفيه منعيد لكل القديسين اللي منعرفهم أو ما منعرفهم، اللي سمعنا عنهم أو ما سمعنا عنهم، اللي حكولنا عن قداستهم أو ما قدرنا نعرف عن قداستهم شيء. شفنا وعشنا في الأسابيع الماضية من وقت ما بلشنا وحضرتنا الكنيسة بزمن التريودي، وفتنا بأيام الصوم الأربعين المقدس، وعشنا في أسبوع الآلام المقدسة المحيية الخلاصية، وعشنا الصلب والدفن والقيامة المجيدة، وبعد هيك عشنا الصعود الإلهي المجيد، حتى وصلنا في الأحد الماضي وعشنا أيام العنصرة المقدسة. بعد ما وضعت أمامنا الكنيسة كل هاي الأحداث الخلاصية اللي هي بتتعلق بخلاص نفوس الجميع، بخلاص كل واحد فينا، اللي كانت بتحضر الكنيسة كل شخص وإنسان فينا حتى يوصل للحظات الخلاصية اللي منعيشها في هاي الأيام. الكنيسة وضعت أمامنا المسيح الإله المتجسد، الإله المخلص اللي انتصر على الموت بموته وقام من بين الأموات وأصعد معه طبيعتنا البشرية للسماء، بعد ما وعد الرسل وما وعدنا إحنا كمان بحلول الروح القدس المعزي الصالح، اللي حكى الرب يسوع المسيح: أنا ما بترككم يتامى، ولكن رح أرسل لكم موعد أبي، رح أرسل لكم المعزي الصالح اللي هو الروح القدس. وهيك الأحد اللي فات عيدنا لحلول الروح القدس على التلاميذ، وبالتالي ميلاد الكنيسة، وبالتالي أخذنا كلياتنا نعمة ومواهب الروح القدس، وبالأخص نحن المعمدين على اسم الثالوث الأقدس اللي كل واحد فينا لبس المسيح وأخذ نعمة الروح القدس في قلبه وفي حياته. فبتيجي الكنيسة في هذا الأحد وبتفرجينا نتيجة كل هذا اللي مرينا فيه، مشان تثبت لإلنا ولغيرنا، اللي بيصدقوا واللي ما بيصدقوا، للبؤمن واللي لا يؤمن، بأنه موعد الرب يسوع المسيح لإلنا هو موعد صادق، بأنه عطية الرب يسوع المسيح لإلنا هي فعالة لحد يومنا هذا، وهاي العطية وهاي الموهبة هي نعمة الروح القدس اللي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح حتى تسكن في قلبنا وحتى تعمل في حياتنا. مشان هيك عمل الروح القدس في قلب كل واحد فينا، في حياة كل واحد فينا، وهو في حياة الكنيسة وفي ليتورجيا الكنيسة عمل الروح القدس واضح وفعال وحي. لأنه لولا القداسة والقديسين كان ما بيكون في معنى لكل الأحداث الخلاصية اللي منحنا إياها الرب يسوع المسيح. لأنه نتيجة كل هذا اللي أعطانا إياه الرب يسوع المسيح
وبعد ما أخذت الكنيسة الروح القدس اللي أصبح فعال في حياة الكنيسة وفعال في حياة كل واحد فينا أصبحنا قديسين. نحن قديسين لأنه اللي عدانا قدوس. نحن قديسين لأنه الساكن فينا قدوس. نحن قديسين لأنه لبسنا في المعمودية القدوس. وبالتالي منعيش القداسة اللي هي نتيجة حلول الروح القدس ونعمة الروح القدس الفاعلة في قلب كل إنسان فينا. مشان هيك اليوم منعيد لجميع القديسين، مشان تحكي لنا الكنيسة هذه هي نتيجة الخلاص الممنوح مجانا على الصليب بدم الرب يسوع المسيح للبشرية اللي ألهها وأصعدها معه للسماوات، المكان الأصلي والفعلي اللي خلق فيه الإنسان. وبالتالي أصبح الإنسان بيستطيع أنه يصير قديس. وبتذكرنا الكنيسة أنه حتى القديسين اللي ما بنعرفهم هن اليوم بيعيدوا معنا، حتى القديسين اللي ما بيّنوا لإلنا قديسين لسبب من الأسباب وهو بيعرفوا ربنا أكثر منا، هن كمان اليوم بيعيدوا، لأنه القديسين الكنيسة بتعلنهم وبتعلن قداستهم بعد ما الله يظهر قداستهم للشعب، بعد ما الناس تحس وتعيش قداسة هدول الناس والشعب المؤمن يطلب قداستهم وشفاعتهم، الكنيسة بتعلن قداستهم. فبتكون إعلان القداسة في كنيستنا المقدسة هو نتيجة طلب الشعب ونتيجة خبرة الشعب المؤمن بقداسة الإنسان اللي عاش على هاي الأرض واللي فعلا عاش القداسة، وبعد رقاده الله أظهر قداسته للشعب المؤمن والشعب المؤمن عاش هذا الشيء في حياته. وبالتالي الكنيسة نتيجة هذا الشيء بتعلن قداسة الإنسان. يعني ما بيجي واحد لأنه أجى على كيفه يعلن قداسة شخص بيعلنها، ولا لأنه عمل كان خارق وبالتالي بيجي واحد وبيعلن قداسته، ولا لأنه كان إنسان صالح لفترة من الزمن فبتيجي جهة من الجهات وبتعلن قداسته، ولكن نعلن قداسة في الكنيسة هو نتيجة أول شيء إظهار الله لقداسة هذا الإنسان، وثاني شيء نتيجة لخبرة الشعب اللي عاش فعلا قداسة هذا الإنسان حتى بعد رقاده. وبالتالي الكنيسة نتيجة هذا الشيء بتعلن قداسته. وبتذكرنا الكنيسة أنه مش بس هدول، في كثيرين عاشوا القداسة، عاشوا المسيح، عاشوا الإنجيل، ونحن ما عرفنا عنهم، نحن ما سمعنا عنهم، ولكن هن قديسين ونحن اليوم منعيد لهم ونطلب شفاعتهم. في هذا الموضوع بحكي كتير جميل القديس يوحنا الدمشقي، وبيقول في معنى القداسة باختصار، بيقول دعي قديسين وسميناهم قديسين وهن قديسين لأنهم استطاعوا إنهم يعيشوا المسيح، لأنهم استطاعوا يحافظوا في حياتهم على أيقونة المسيح اللي خلقت فيها الطبيعة البشرية. لأنه في التكوين شو بيقول؟ خلق الإنسان على صورة الله ومثاله، صورته ومثاله، وبالتالي
نحن خلقنا على هاي الصورة الجميلة وعلى مثال الله في القداسة. وبالتالي الإنسان اللي بيحافظ على هاي القداسة هو قديس، لأنه حافظ على القداسة اللي خلق عليها، حافظ على الطهارة، وحافظ على الشكل والبهاء اللي خلقه فيه الله، وبالتالي هو قديس. وبالتالي كلمة قديس هي للإنسان اللي حافظ على أيقونة المسيح في داخله وكان يعكس المسيح من خلاله. ونحن يا أحبة كل واحد فينا مدعو لهذا الشيء. يعني مش لازم يكون إنسان راهب أو خوري أو بيشتغل بعمل ما بالكنيسة حتى يظهر قداسته أو حتى يكون قديس أو حتى تكون دعوة يسوع بس لإله. وإحنا ما إلنا دخل، إحنا منروح على الكنيسة منضوي الشمعة مرات منحضر حالنا للمناولة وبكفي. لا، نحن كلنا مدعوين للقداسة، لأن كلياتنا خلقنا على صورة الله ومثاله. فبالتالي نحن مدعوين إنه نحافظ على هاي الأيقونة حتى تكون بأبهى وبأحلى صورة خلقت عليها البشرية، حتى يبين فينا المسيح اللي إحنا مدعوين على اسمه. ودائما بحكيها بكل مكان إنه مشان هيك المسيحيين لما بحكي بأعمال الرسل القديس لوقا بقول دعيوا مسيحيين أولا في أنطاكيا. ليش؟ لأنه كانوا اليهود والرومان الموجودين كانوا يشوفوا المسيح فيهم، كانوا يشوفوا المسيح بينعاش في حياتهم، نور المسيح اللي تعمدوا على اسمه في وجههم، فبالتالي سموهم مسيحيين، ما سموهم شيء تاني. ولحد اليوم نحن بسمونا مسيحيين. فيا منكون فعلا قد هذا الشيء، زي ما مكتوب بالهوية مسيحيين أو ما منكون، يا منحمل اسم المسيح اللي لبسناه في المعمودية لما تعمدنا على اسم الثالوث الأقدس، يا إما ما منحمل هذا الاسم. لأنه اللي بيحمل اسم المسيح بده يكون أيقونة للمسيح، اللي بده يحمل اسم المسيح بده الناس تشوف فيه المسيح، بدها الناس تعيش معه مع المسيح، بده يقود الحواليه للمسيح، من غير حرب، من غير إجبار. مش بالزور بدي أسوي الناس مسيحية أو بدي أخليهم يشوفوا المسيح غصب عنهم أو أدوشهم وأحكي لهم قصص عن المسيح، لا، ولكن بعملي، بتعبي، بجهدي وبمحبتي للمسيح. محبتي للمسيح بتخليني أحب الآخر وأضحي مشان الآخر وأكون فعلا أيقونة حية تمشي على رجليها للمسيح، وهيك بكون شهيد للمسيح. مش لازم بس يسفك دمي مشان المسيح، ولكن يمكن كمان حياتي تكون شهادة للمسيح، وبالتالي بكون شهيد للمسيح. فهيك الكنيسة في هذا اليوم يا أحبة تدعونا إنه نحن المعمدين على اسم الثالوث إن نكون شهداء للمسيح، نشهد لإله في دمنا، بحياتنا، بتصرفاتنا، بوجودنا في المجتمع الصعب اللي إحنا عايشين فيه، اللي إحنا بحاجة لنور المسيح أول شيء في قلبنا حتى هذا النور ينعكس للخارج، وحتى فعلا نكون أولاد للمسيح. أمين.